راح يا مستوى التمييز في مصر بقى منحدر. الشفا ان شاء الله. اللي انت حطيتيه ده؟ ده حمض كبريتيك مركز بنحطه للحماي لما يبقى مجروح في راسه. اتفضل يا عم، بتحطه للحماي لما يبقى مجروح في راسه. ومال الحمار مش بني ادم زينا؟ في ايه؟ معلش يا عمي دايما كده ظالمني. يلا افتح بقك. يلا افتح جياش. افتح الجياش. ايه ده؟ يلا اوبا. الشفا ايه مالك؟ اللي انا خدته ده؟ دي تركيبة عباية عن بياض البهايم مضاف ليها بكتيريا تعفن. ما تتكلم يا عم، انت ساكت لها كده ليه؟ هضربها هضربها. الحقنة دي بقى اللي فيها الخلاصة. ودي طبعا حقنة الكونغر صح؟ هنهيأ كمان في الحقن. اتدوي اتدوي. يلا انا بخبي الحقن بس بخبي الحقن وحبة باكي. شكا حبة باكي شكا وخلاص. خلاص ولا لسه؟ لا اقتلي توني. انا لسه ما حطيتهاش. الحقنة اللي بتسهل دي حقنة بول الإبل. بول؟ أيوة بنديها للطوي لما يبقى هايج. بس أنا ابني ما كانش هايج للدرجة دي. اطمن يا عمي إن شاء الله بكرة الصبح هيبقى زي الأيد. أيد ولا طوي؟ ده أنت لخبطت الحديقة كلها. شكرين يا بنتي، أنا لسه شرفت ربنا يجيب العوائل سليمة. إحنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. إن شاء الله هعدي عليكم بكرة الصبح عشان أطمن عليه. بلاش الصبح بنبقى نايمين لسه. خليكي ما تعمليش نفسك لغايه ما نبعتلك. خلاص اعدي بكيه الظهر. بنبقى مقايلين بعد اللقمه شويه. خلاص مطيه بات هنا. انت باتي هنا فين؟ في حمارين في الشقه، هتباتي في وسطيهم ازاي؟ احكي لي بقى انت اللي حصل النهارده في الاستوديو. الولد اللي كان المفروض يقابله اسمه وحيد ده مش عايزه اقول لك، ما عرفتش اشوفه خالص. لا بتهزري؟ اه والله. طب انت معاكي نمره التليفون؟ اه ما تجربي تكلميه يا نيلي. مالك يا وحيد يا؟ انت بتقرش كده ليه؟ في ايه؟ جالي جرب يا بابا، جالي جرب. جالك جرب؟ ايدك يا ياما، هو الكلب ده رجع تاني؟ مش تقول ان الجرب بتاعه معدي؟ اتصرف يا بابا، انا جسمي عايز نار. طيب انا هجيب المسهل اللي هي جايباه، امسله وامسلك. دقيقة واحدة دقيقة واحدة. نلمة ازيك؟ لا بسيطة خالص. لا مستشفى ايه؟ مش مستاهلة، انا كويس. انا في البيت. انت فين؟ انا وصاحبتي بناكل في مطعم اكل مشطشط. احني لو ليك في الشطه تعال. شطه؟ لا 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 بموت في الشطه طبعا. ايوه بس انت اديني العنوان. مع السلامه. عزمان على الغدا. عزمان على الغدا. يلا يا وحيد يلا افرد نفسك قدامي كده عشان امثلك. لا لا تمثلي يا بابا، ده انا عندي ميعاد مهم جدا. لو الكلب ده ما يقعدش دقيقه واحده في البيت ده لازم نسربه في حته بعيده قوي. وديه الوحات. لا ده انا كنت اصل انا افتكرت معاد مهم جدا، وبعدين الكلب كانت نفسيته تعبانه يعني، فقلت انزل افرجه الشارع. قد ايه انت انسان؟ زي الجمل في شموخه، زي الحصان في اصلته، زي الحمار. بقول لك ايه، انا اتاخرت على الميعاد بتاعي، وبعدين الكلب قرب يتخنق. ها بيحبني. اعمل موضوع التأمين ده يعني خصوصا عشان افلام الاكشن اللي بعملها وكده، بس مش عارفه كل مره بتراجع كده. علشان انا ما كنتش في حياتك. انا بحب الشطه جدا يعني، وبستغرب جدا الناس اللي بتحب الشطه. انت بتحب الشطه؟ بحبها. شويه زي ما انت حضرتك عايزه. والراجل بقى اللي ما يحبش الشطه ده ما يحبوش خالص. لا انا بصي يعني انا بعشق الشطه. الشطه دي يعني رمز الرجوله. بحط شطه كتير قوي، ده شكله هيموت مننا. ايه
حط لك شطه تاني؟ حطي له تاني، حطي له تاني. بنتي ده هيموت منه، مش مهم خليه يفطس. انت كويس استاذ وحيد؟ بس انا حاسه انك تعبت شويه. او ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضل. ممكن ادخل الحمام؟ ارجوك. وفي دخول الكابينيه الصدفه الحقيره دي. فعلا يا فندم، هي صدفه معفنه قوي. معفنه يا معفن، ده انا هخرب بيت. في حاجه يا استاذ؟ اسمي نور. ابعد عنك نور، مفيش باب تاني يخرجني من هنا. في ده طول قوي. يا حرام، العودة. ده راح فين ده؟ مش مصدقه. مفيش حد يا فندم جوه في الحمام. هعمل ايه في الشنطه دي؟ انت بقى سيبيها له هنا تبقى الاطلال بتاعته. ما تجربي تكلميه على التليفون. مين اشريه؟ دي نيلي كريم يا وحيد. نيلي كريم ما تردش يا اخويا، ركز في اللي انت فيه. ما بيردش. خلاص يلا بينا، ملناش دعوه بقى. يلا يلا يا نيلي. في ايه حكايه نيلي كريم دي معاك؟ اجيب له ميه سخنه يا دكتور. والله مش عارف هو ده مش دكتور. تعالي بقى نفتح الشنطه ونشوف فيها ايه. ما يصحش برضه، احنا مش هنسرقها يا نيلي، احنا بس هنشوف فيها ايه. اصبري نعرف ده مين، نتاكد. نيلي الحقي، ده طلع دون جوان. حرام عليك يا بنتي، ده غلبان جدا يا بنتي. دي طريقه جديده بس صدقي ذوق حلو قوي. بصي يبقى الموضوع مش موضوع بوليس التامين. بس ده ما ردش على تليفوني لما كلمته. يا بنتي الشنطه دمرته، قضيتي عليه. بصي هاتي الحاجات دي بقى، انا هوديها للبيت. الموضوع مسؤولية. طب ممكن اتفرج على بنت الصور؟ بطلي يا بنتي، دي مسؤوليه ما يصحش. نيلي استني ما نشوف بس بقيه الصور. انا هتصرف وهوديها له بكره الصبح، دي مسؤوليه برضو. يلا حبيبي انت اهو. يلا حبيبي، يلا حبيبي، يلا. اي حد يجي هنا تسلم عليه ولا ايه؟ ابات يلا. مين دي يا ابني؟ ممثله. ممثله. اي والله يا اهلا وسهلا المنوره. حضرتك يا حسن؟ استاذ وحيد. استاذ وحيد صح، استاذ وحيد فريد. ايوه اتفضلي. يلا يا ابني خلاص، هو الفنان ده ما يعرفش يمشي عادي ولا ايه؟ يلا ممثله. يلا حبيبي، يلا يلا اخويا امشي. يلا يلا يا فرجه. ميرسي، انا خلاص كده عرفت العنوان. لا والله لا يمكن، انا لازم اوصل حضرتك وانت راجعه مع الله اكبر. الله اكبر، انتوا بتصوروا حاجه هنا؟ ها يا ما شاء الله ما شاء الله. مساء الخير يا عم. عمه ده انت اللي عمه، عمه المنطقه كلها. يا انت ذبحتيني في فيلم الارض. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلي في الصالون طبعا. ولا فيلم اريده حلا ملوش حل. يا عمي ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انا ما ترى استاذ وحيد صحي؟ مصحيه ده، لو ما صحيش اموته. اتفضلي. يا سلام.